ماشيين، ما تعملش حاجه في البلد دي. لكن البلد دي اللي بيحصل فيها دلوقتي من سعاده الرئيس واللي بيعمله ده، لا احنا ما نحاربوش. ده الغنى ده ضد اللي هو بيعمله كله، ده بيهد كل حاجه. الطريقه دي اللي انت قصدك عليها بقى، الطريقه انا المهرجانات لما غنيت، انا واللي لما بيرقصوا بمطاوي ما ينفعش يا استاذ محمد، انا لما غنيت عملت حاجات وافكار، يعني انت عامل عملت اغنيه حاجه شبيهه بالروك كل حاجه، اه بس ما حدش كان فاهم ساعتها. يعني انا عامل اغنيه بتقول حزبه بيرما، بتقول 65 على جذر 2 في 12 زائد ميم على سين على 6 سنين في 11 يوم، في الاخر تطلع حزبه بيرما. لا انا هحسب حزبه بيرما ولفتي واقول لك حكمه، انا بس هقول لك عيش بكباب او جبنه قريش، لو تفرح ما تخبيش، الفرح ده رزق ونعمه. 65 على جذر 2 في 12 زائد ميم على سين على 6 سنين في 11 يوم، في الاخر تطلع حزبه بيرما. انا بس هقول لك دوس على الصعب ده كله دروس، الغنى مش بس فلوس، ده قلوب راضيه ومبتسمه. 65 على جذر 2 في 12 زائد ميم على سين على 6 سنين في 11 يوم، في الاخر تطلع حزبه بيرما. لما جيت اتكلم مثلا على، يعني انا بقول حاجه، بقول انا قلبي طيب والله طيب، ألقاك حبيبي تلقاني قريب، طيب ومليش في الدنيا نصيب، طيب وبعيش حيران وغريب، ولو اني وسط الناس ممشيش الا بروجيتا وامر طبيب، طيب والطيبه بتحميني والكلمه الحلوه بترضيني، وان غابت عني شمس الدنيا الناس حبها بيدفيني. الناس واخدني بالظاهر فاكرني عنيف وكمان قاهر، ولو اني رقيق مليان بحنان زي الفل او طاهر. انت برج ايه؟ انا عاوز فرصه في ايامي ارقص اغني اعيش احلامي، وسموني وائل سموني تامر، اصل المساله مش باسامي، انا قلبي طيب. انا عملت دي الاغنيه بالمناسبه، انت اللي كاتبها؟ انا عملتها عشان الناس وائل في الشارع، الناس نسيت نبيله، ما حدش يعرف نبيله واري، يعرف وائل. فلما جيت اغني عبرت لهم عن الموجود. طبعا لما جيت اتكلم في اغاني حاجات كتيره، النهارده الاغاني بتقول ايه؟ مطوه وسكينه ومطوه ودنيا وحدوته، تخش افراحنا وتخش بيوتنا، تخش جوه الكاسيت، تخش، مش معقوله، طبعا مش معقوله.